أعزائي المشاهدين، نلقاكم من جديد ضمن برامجنا. واليوم يعني طبعا في أعقاب قرار دكتور أكرم حسون بعدم خوض الانتخابات التمهيدية داخل حزب البيت اليهودي، وفي أعقاب الإعلان المفاجئ للمقرب من الدكتور أكرم حسون السيد روني حسون عن تنافسه في مقعد داخل نفس الحزب، حزب بيت اليهودي. طبعا نلتقي بالدكتور أكرم حسون لنلقي الضوء عن الأسباب التي أدت به كي يعني يتنازل عن فكرة ترشيح نفسه. صباح الخير بالألف عافية دكتور أكرم حسون. بداية، ما الذي يعني أدى إلى هذا القرار طبعا عدم ترشيحك داخل الحزب؟ لنعود إلى الوراء ثلاثة أسابيع أخت صفاء، أنا صرحت من خلال صحيفة بلدنا أنني لست مرشحا رخيصا ولن أتاجر بالطائفة الدوزية. وما حدث يعني كان هناك للقاء مع قيادة الحزب، التقيت بعدة وزراء وبالمسؤول عن الحزب وكذلك المسؤول عن كتلة الحزب في الكنيسة، عن طريق صديق وأخ لي الدكتور وحيد مداح المقرب من بنت ومقرب من الحزب، وهو أول شخصية دوزية خاضت هذا الحزب. وكان الحديث بداية أن نفتالي بنت يريد شخصية دوزية ليعطي الدروز المساواة التامة ويعطي للدروز قفزة نوعية والأفضلية، لأن كما يعلم هو أن هناك فروق كبيرة جدا بين الوسط الدرزي والوسط اليهودي في جميع المجالات، ولذلك يريد أن يصلح هذه الأخطاء. وفي الحقيقة قمت طبعا بعدة لقاءات، أهم لقاء كان في 25/12، وعرض علي نفتالي بنت أن أكون رقم 20 في قائمته، وطبعا انا رفضت. رفضت اولا لانني يعني مع كل تواضع انا من عامة الشعب كما تعلمي، وانا لا ارى بنفسي انني افضل شخص، ولكن عندما تذهب لتخدم ابنائك وابناء طائفتك يجب عليك ان تكون صادقا مع الجميع. انا لا اريد كرسيا ولا اريد وظيفه، وانما اريد ان اغير وضع الدروز المزري في جميع المجالات. عندما يقترح علي رقم 20 ويعطي رقم 17 لمذيع من القناة 10 الذي كان يستعمل المخدرات، فهذه ضربة لطائفة الدرزية. ومن ناحية ثانية كذلك عندما لا يريد تغيير موضوع القانون القومية، يعني ماذا سأقول لأهلي في بيت جن أو حرفيش أو جولس أو سجور أو الرامي أو أي بلد من كان؟ يعني أرى هذا البيت، البيت اليهودي أرى معروفة سيد أكرم حسون، يعني هو يميني متطرف، يعني من صعب أن يعني أن تبحث لديه ما تريد أن تطائفه. أريد أن أصحح يعني بعض الأمور أخت صفاء. عندما درست مبادئ هذا الحزب كتب في مبادئ هذا الحزب أنه يعطي المساواة لجميع المواطنين المخلصين لدولة إسرائيل، يعني هذا يقول أنه ينوي الخير للطائفة الدرزية والمساواة. ولذلك أنا لا أعيش من الأقاويل، أنا أعيش ما رأيت مكتوبا في داخل دستور هذا الحزب. وذهبت لأن عز أصدقائي الدكتور وحيد مداح هو المقرب، وهو سمع من بنت في البداية قبل أن نذهب إلى الجلسة أن بنت يريد أن يعطي الطائفة الدرزية الحق ويصلح أخطاء الحكومات على مر 66 عام. ما حدث أنني أنا لا أستطيع أن أدخل في حزب يعني لا يعطي للطائفة الدرزية أفضلية ويتكلم مع الطائفة الدرزية فقط بالشعارات والأقاويل مثل باقي الأحزاب. يعني نحن سئمنا الشعارات. ثانيا يعني أنا لم أرى في قائمة الحزب هناك أشخاص لهم خبرة أكثر مني، لم يكونوا رؤساء بلديات ولم يكونوا أعضاء كنيسة ولم يكونوا رؤساء مؤسسات أكاديمية ولم يقدموا يعني عشر ما أنا قدمته لدولة إسرائيل. لذلك يعني يجب أن أحترم نفسي وأحترم من أرسلني، وهم يعني الناخبين، وكل ناخب بسيط إذا كان صغيرا أو كبيرا بالنسبة لي هو ناخب، يعني اللي قدره ومكانته واحترامه مضمون عندي من خلال مبادئي وقيمي، لأننا نحن نعمل من أجل أبنائنا وأجل مستقبلنا. لذلك أنا رفضت هذا الطلب. وطبعا كما أنت شفتي أنه كان في انتساب حوالي 700 شاب درزي في خلال يعني أسبوع. هذا هو الموضوع، أنك أنت قمت بعملية انتساب لهذا الحزب يعني قبل ما تعرف أي محل أنت موجود. أنا شخصيا لم أنتسب للحزب، أنا ما زلت يعني عضو مجلس إدارة كديمة، ولكن كل من حولي كنت بعملية انتساب. كل من حولي صحيح، كل من حولي من أقارب وأصدقاء وإخوان وغيورين من طوائف كانها يعني عربية أو غير عربية، حتى هناك 500 شاب يهودي انتسب من شان قائمتنا بسبب علاقة
يعني تم مغالطة دكتور أكرم حسون أم لا, لا 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 كانت هناك يعني مشاكل؟ لا الحقيقة إنه نفتالي بنت أراد أن يحجز مقعد للطائفة الدرزية. نعم. وكان يعني كان الاقتراح أول للدكتور وحيد مداح, والدكتور وحيد مداح رفض ذلك وطلب أن يكون الممثل أكرم حسون. نعم. وعندما استمعت أن المكان المقترح هو المرتبة رقم 20. نعم. المكان المقعد 20 يعني وعندما استمعت جداً. نعم. وعندما نعم. استمعت أن لا يمكن أن نغير يعني اقتراح الحزب بموضوع الهوية والموضوع القومية, وعندما يعني رأيت أن ليس في سلم أفضليات الحزب أبناء الطائفة الدرزية كما قيل, فأنا يعني عقدت اجتماع في الأسبوع الماضي وقلت لجميع الإخوان والمقربين مني أنه أنا لا أستطيع يعني أن أقود الطائفة الدرزية إلى طريق غير واضح. نعم. وأقول لهم شعارات لأنه سئمنا الشعارات. نعم. والأمور الأخرى, وبما أنه كان في هناك انتساب, والانتساب هذا جاء من أجل يعني أنه دعني. نعم. والإخوان هذول كلهم أفضل علي وقفوا جنبي وأنا لن أنسى ذلك أبدا. بمعنى بدكتور أكرم طبعا. نعم. فلقوا من المناسب أن يكون مرشح لنا لكي يضع يعني رجلا في داخل الحزب لكي يستطيع أن يساعد كما هو الحال في باقي الأحزاب. يعني أنت بتعرف اليهود في أمريكا موجودين مع الجمهوريين والديمقراطيين, ويمكن أحد الأشياء أنه إذا جماعتنا بيكونوا في داخل الحزب ممكن يساعدوا, لأنه شو اللي رايحين يعملوا في كل هذول المنتسبين إذا مش رايحين يستغلوا الانتساب لصالح الطائفة الدرزية؟ نحن في هذه الطريقة بنحكي على الطائفة الدرزية. من ناحية ثانية لأنا بدي أقول لك إياه أخت صفاء اللي لمسته أنا. نعم. وللأسف الشديد أنه الطائفة الدرزية يتاجر بها رخيصا. أولاً المذنبين نحن. نحن يعني قسم منا ببيع الطائفة الدرزية رخيصا, يذهب إلى أحضان الأحزاب يتكلم. يعني أنا لما قلت لقيادة الأحزاب لماذا لا تنظرون إلى أكرم حسومة كأنه أشكنازي يهودي؟ لماذا تنظرون إلي إنه أنا ابن الطائفة الدرزية وكم سوق لازم نجيب ونحن درجة باء للأسف الشديد؟ يعني هاي النظرة يجب أن تتغير. هناك أشخاص موجودين في داخل الأحزاب لا يستطيعون إحضار 1000 صوت. لماذا الطائفة الدرزية دائما تقاس بكمية الأصوات وكأنه نحن مقاولين أصوات أو نحن على هامش الطريق وأن نحن في الجيب؟ يعني كذلك يجب أن نغير الثقافة السياسية, مش من أجل أكرم حسون. أنا بعد مرة أنا لست بحاجة إلى وظيفة أو كرسي. أنا بحاجة لإنقاذ الطائفة الدرزية من الوضع المزري اللي إحنا وصلنا له اليوم. فيش إلا تأثير على مجريات الأمور في يعني إسرائيل أبدا. يمكن هذا حديث مفروغ من أكرم حسون. يعني إحنا من سنة على سنة وانتخابات الانتخابات نكتشف إنه إحنا فعلا على الهامش, وفعلا لم يكن لك أي تغيير في قيمة الطائفة في كل موضوع الانتخابات. يعني ردك دكتور أكرم حسون على من يقول أن أكرم حسون يعبد التنافس في الانتخابات خوفا من الخسارة؟ طب يعني هذا الكلام مش بس انه عاري عن الصحة, هاي اقوال اكاذيب وافتراءات. نفتالي بنت اقال لأكرم حسون. نعم. عندك مقعد مضمون رقم 20. نعم. يعني ما انا بعدين انا خفت الانتخابات في كديمة وانا كنت عضو مركز ليكود سابقا. انا ولا مرة خفت. انا خفت انتخابات البلدية وكنت خفت انتخابات مجلس محلي دالة الكرمل, والحمد لله لم اخسر لاني انا انسان نزيه وأمشي على مبدأ, ومبدأي هو خدمة أهلي وأقاربي وأصدقائي وأبناء طائفتي وكل من يؤمن بي. هذه أقوال لأقزام سياسيين أشخاص اللي محرضين وإلى آخره. كيف يمكن أنه أنا أذهب إلى حزب إذا رئيس الحزب بيعطي المكان الدرزية رقم 20 اللي هي غير مضمونة؟ فيعني أي ذهاب لمعركة انتخابية اللي أنا مش مؤمن فيها, لأنه كذلك لو قال لي مثلا أنت بتقدر تخوض الانتخابات. نعم. وأنا مستعد يجي يصرح أنه الدروز رايحين ياخذوا حق كاملة وأن أبناء الطائفة الدرزية راح يكونوا في سلم الأفضليات عندي, وأنا موضوع القومية راح غيره لأنه الطائفة الدرزية تخدم الدولة وأثبتت حالها, كان لكل حادث حديث. اسمع كل هذا دكتور حسون, وضعتم لكم يعني تمثيل غاد وهو السيد روني حسون المقرب لإلي. قلت انا اول شيء قلت انا شو السبب. نعم. انا يعني انا لي الشرف العظيم انه اخدم روني ووقف مع روني, بس نعم. انا المره ما انتخبت روني. نعم. انا انسان انت بتعرفيني لك 25 سنه بترافقي طريقي. نعم. انا ولا مره امليت رايي على اي شخص ولا مره فرضت رايي. انا دائما انسان ديمقراطي بشكل المجموعه. عقدنا اجتماع يوم الاثنين السابق مع العديد من الإخوة والإخوان اللي خدمونا ووقفوا جنبنا. نعم. ووضعت لهم كل المعلومات التي كانت من خلال هذه الجلسة الأخيرة. نعم. وفي نهاية الطريق تم اختيار روني. يعني يمكن لو أي شخص ثاني رشح نفسه نحن المجموعة راحين نتأيده.
روني طبعا له فضل علي، انت بتعرفي حضرتك، رافقني 20 سنه خدم اهل البلد باخلاص، لحد اليوم فاتح مكتبه وبيخدم وعنده تجربه وخبره، والاخوان لقوا انه من المناسب هم يرشحوا روني، وانا طبعا موافق في العشره وببصم لروني، لانه روني يعني تعلم من خلال عملي خدمة الناس واحترام الناس ووضع الأمور بشكل صحيح وفي الطريق الصحيح. بعد مرة قلت لك ممكن كنا ما نرشحش حدا، بس نحن رايحين نخسر الانتساب. بما أنه في عنا انتساب والانتساب كبير، وعنا حوالي 1200 منتسب من الوسط اليهودي والوسط الدرزي مع بعض، وأكبر منتسبين لأول مرة في خلال أسبوع، خلال أسبوع خمسة أيام ست أيام كان عنا 700 منتسب جديد. هاي أكبر ثقة وأكبر شرف وتقدير لإلي من قبل الناس، وأنا لن أنسى ذلك أبدا. لذلك ليش لا نحن يعني هاي الأمور تذهب أدراج الرياح، ممكن نستفيد منها لنقدر نخدم الإخوان في نهاية الطريق. إذا حزب بنت كان حزب قيادي في الدولة وكان له وزراء، أنت بحاجة إلى إنسان اللي يكون حلقة وصل مع هذا الحزب لتقديم عدة أمور، يعني هذا إشي طبيعي. ونحن رايحين ندرس امورنا بالنسبه يعني للمستقبل. اكرم حسون يعني يريد ان لا يخسر ولا اي حلقه، فيضع له يعني مكان داخل حزب بيت اليهودي، واليوم تحاول يعني التفاوض مع حزب اخر، يعني مثلا تعال نتحدث عما يدور مع شؤون مفاز وحزب العمل، و يعني جميع علمنا ان شؤون مفاز قام وضع شروط لحزب العمل عن يعني تواجد مكانين له ولشخص اخر. هناك من يقول طبعا انت يعني الشخص الذي يريد شؤون مفاز ان يضمه للحزب، حدثنا عن هذا. صفاء انا لكي اصحح يعني ونضع النقاط على الحروف، أنا لم أتفاوض مع أي حزب ولم يعني أرمي نفسي على أي حزب. أنا زلمي عندي كرامتي، كرامة الطائفة الدرزية فوق كل اعتبار، فوق الاعتبار الشخصي تبعي. أنا كنت وما زلت عضو مجلس إدارة من 30 شخص في حزب قديمة لغاية الآن. شؤون مفاز قبل شهرين كان توجه إلي وقعدت معه، جلست معه 4 جلسات في آخر 3 أسابيع. شؤون مفاز تفاوض مع حزب العمل وكان له جلسة، آخر جلسة كانت يوم الثلاثاء الماضي مع بوجي هيرتسوغ. كان الطلب لشؤون مفاز أنه ينضم لحزب العمل ويكون رقم 11 ويكون هو يعني المرشح تبع حزب العمل لوزارة الدفاع. مفاز كان عنده 3 طلبات من حزب العمل. أول طلب أنه هو يأتي لحزب العمل ككتلة برلمانية وليس انضمام بشكل شخصي لحزب العمل. ثاني إشي أنه يكون وزير دفاع. وثالث إشي أنه إدخال مقعدين في داخل حزب العمل. حزب العمل وافق على 3 بنود ما عدا البند الأخير أنه لازم يكون مقعد واحد لقديمة مش مقعدين. شؤون مفاز رفض هذا الطلب، وآخر اجتماع كان لي مع شؤون مفاز يوم الخميس الماضي في كوخاف يائير في بيته بأربع عينين أنا وياته. هذا الموضوع قال أنه أنا لا يمكن أبدا أذهب لوحدي، أنا أؤمن بشؤون مفاز، أنا مخلص لشؤون مفاز لأنه هو أكثر شخصية سياسية خدمت الطائفة الدرزية قبل دخوله للسياسة، وبعد دخوله للسياسة هو الإنسان الصادق الوحيد اللي كان معنا. فأنا ما تركت، أنا ذهبت إلى بنت لأنه أخ وصديق إلي الدكتور وحيد مداح عرض علي شو انحكم على يد السيد بنت، والسيد بنت حقيقة قال إلي أنه أنا بما أنه أنا عضو كنيسة سابق وأنا رئيس بلدية سابق هو مستعد يعطي مكان مضمون. كل اللي قال دقيقة، كل اللي قال قبل من بعض الشخصيات أنه بنت بده يعطي مقعد درزي لرقم 12 ولمرشح من دارة الكرمل كان كذب وافتراءات فارغة، حتى بنت لا يعلم بها أبدا، لا يعلم بها ابدا. واذا انت مش مصدقه بتقدري انا بعطيك رقم مكتب بنت تسالي وتسالي كل قياده الحزب. يعني هذا شعرك اكرم حسون. الفرق 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 نحن اكرم خان وحسون نحن بلاش الذي يقول انه نحن الاسماء الاسماء يعني غير ما لهاش اهميه عندنا. نحن بنحكي عن مبادئ، لا يمكن لاي بني ادم في الطائفه الدرزيه يحكي كلام غير مسؤول او كلام فيه اكاذيب وافتراءات من اجل تغليف الناخب. الإنسان يجب يحكي بمصداقية شو صار. شؤون مفاز عندما سألته عن بنت قال لي أنا لا أستطيع الانضمام إلى البيت اليهودي كشؤون مفاز، أنا أرى في بنت أنه لا يريد سلام، وأنا شؤون مفاز عرضت الموضوع السلام وخطة سلام على العالم، يعني دولتين للشعبين الفلسطيني وإسرائيلي بجانب بعضهم البعض، وأنا لا أستطيع أن أكون في حزب يعني اللي هو متطرف. اليوم أمام مفاز بالعكس، بالعكس مفاز قال لي يعني شيء واحد. قال لي أكرم إذا أنت بتلاقي أي مكان اللي يخدم الطائفة الدرزية بشكل أكيد ومحترم والأشخاص والقيادين في هذول الأحزاب اللي أنت بتروح عليها ممكن تخدم الطائفة الدرزية، أنا مؤيد لأنه أنا مؤيد الطائفة الدرزية وأريد كل خير للطائفة الدرزية. لذلك يعني أنا عندما عرض علي أن أجلس
أنا أجلست على سبيل المثال، أنا مش أقول لك يعني وأقسم لك بأبنائي يعني وبشرفي أنه ثلاث مرات في آخر ست شهور زارني نائب وزير الخارجية زيف إلكن اللي اليوم هو مسؤول عن لجنة الأمن والخارجية، وطلب مني أن أرشح نفسي بدعم من قبل مكتب نتنياهو على يعني من قبله ومن قبل نتنياهو، وأنا رفضت وقلت له حرفيا زيف أنا أخدمك وأنا أؤمن فيك، ولكن أنا لا أؤمن ببينة نتنياهو ولا بحكومته، لأنه أنا من على منصة الكنيست قلت لكل شعب إسرائيل أن حكومة بيبي نتنياهو في آخر سنوات كانت أسوأ حكومة في تاريخ الطائفة الدرزية، لم تعين درزي واحد في القيادة، لم تعطي ميزانيات، يعني كذبت على رؤساء المجالس، كذبت على قيادة الطائفة الدرزية، وبالعكس بعد دقيقة مهم جدا ساعدت جبهة النصرة ضد الدروز وأخواننا في سوريا وكذبت على قيادة الطائفة الدرزية، لذلك أنا لا أؤمن بهذا الشخص. يعني لو كنت أنا بهمني حسن ما نسمعك يعني يتساءل يعني ما هو الفرق بين حزب الليكود ويعني التفكير اليميني التابع لبيبي نتنياهو وبين يعني محاولة انتسابك للبيت الهودي، يعني ايش الفرق؟ الفرق انه لما انا رحت لعند بنت ولعند قيادة الحزب قيل لي انه هذا الحزب يريد ان يصلح اخطاء الدولة من خلال حكوماتها. نفس الشيء دكتور اكرم، صحيح نفس الشيء صحيح، ولكن كيف لك يا صفاء أن تحكمي على حزب إذا أنت لم تدرسي الموضوع ولم تعقدي جلسة عمل وتستمعي إلى قيادة الحزب بشكل مباشر؟ فهذا ما كان لي، أنا لم أصرح، أنا صرحت من عندك قبل ما رحت لعند بنت. أنا أنت ترفض مكان مضمون داخل حزب الليكود من أجل أنك لا تؤمن بالشخص الذي يعني مش بس هيك، أنا بديش كون كمالة عدد، أنا بديش كون عضو كنيسة كمالة عدد بعد وارفع إيدي ونزل إيدي حسب قيادة الحزب. في أعضاء وإخوان دروز محترمين كانوا في الأحزاب ما كانواش يسترجوا، فيش عندهم الجرأة يصوتوا ضد الحزب لأنه هيك بده الحزب. أنا مؤمن بطائفتي أكثر من الحزب. إذا أنا مؤمن بطائفتي وأخدم طائفتي أنا أكون مؤمن في الحزب ومؤمن في الدولة، إذا أنا مش مؤمن في طائفتي ومخلص مش مخلص لطائفتي بقدرش أكون مخلص لحدا. أنا أقول أنه مكان مضمون داخل حكومة إسرائيل هو مكان يؤثر. لا يؤثر أبدا. ومكان يؤثر على صفاء لا يؤثر أبدا. إذا أنت فيش عندك اتفاق مسبق وهي البنود متفق عليها ومكتوبة ومدروسة بشكل علني وقيادة الحزب تؤمن فيها، هذه شعارات كاذبة رنانة مفروغ منها لنا 66 سنة نسمعها. لذلك أكرم حسون جاء بسياسة تختلف حضرتك بتعرفي. أنا كنت 7 شهور في الكنيسة لم أكن مخلص لأي حزب، أنا كل قضية درزية ثرتها من على منبر الكنيسة يعني بغصبا عن المسائيل وهجمت المسائيل. لأنه كانوا يدوروا في القرى الدرزية ويقولوا نحن أهل ونحن إخوان ونحن شعب واحد، كله كذب لم يفعلوا شيء. أنا اليوم أزور القرى الدرزية وأرى المآسي الموجودة في موضوع التخطيط والبناء، أنا أرى المآسي الموجودة في موضوع الأزواج الشابة، موضوع العمل، موضوع البنية التحتية. لذلك أنا لا، أنت تعرفيني أنا مش بحاجة للكرسي ولا بحاجة للوظيفة لأكون عضو كنيسة، أو أنا بكون في الكنيسة مع مضمون إنه نحن نقدر نقدر ونغير ونأثر على مجريات الأمور من أجل صالح الطائفة العامة وحرام على التعب. خلينا نعود على موضوع مكانك في حزب العمل، إيش صار في الآخر بين شؤون مفاز ورئيس الحزب؟ رئيس الحزب على يعني ما قاله لشؤون مفاز إنه بعد 14 الشهر الحالي راح يقرر بالنسبة للطلبات شؤون مفاز، أو إنه بيرفضوا الطلب الثالث تبع شؤون مفاز، أو إنه بياخذوا شؤون مفاز لوحده. طبعا شؤون مفاز يجب أن يقرر حسب ما هو حكى لي شؤون مفاز أنه لن يدخل لوحده لأي حزب، لأنه بيقول أن الطائفة الدرزية هي من وقفت بجانبه وهي من دعمته، ولذلك هو يريد أن يعيد هذا الجميل للطائفة الدرزية. طبعا ننتظر ذلك، ولكن أنا أقول لك يا أخت صفاء أصعب مني اللي لمسته مثلا هناك كولونيل ضابط ألوف مشتيم نسميه في العبراني درزي ذهب إلى حزب موشي كحلوم، وهذا الضابط كان يعني مسؤول كبير جدا وله وزنه في الطائفة الدرزية. راح مين الضابط؟ مش مهم، نحن بدناش نكشف أمور لأشخاص، أما أقول لك بشرف إنه اللي صار عرض عليه كحلون رقم 25 لبيد مش معطي في أول 10 أشخاص لأي درزي. حزب العمل يعرض المكان الدرزي 26 وما فوق. هذا بيفرجيكي على هنا أنه في استهتار وفي عدم تقدير للطائفة الدرزية. كفانا نحن أنه نبيع ونتاجر في الطائفة الدرزية على مكان على كرسي أو على وظيفة لأجل شخص يستفيد أو يأخذ شوية نقود على حساب الطائفة الدرزية. الطائفة الدرزية تدفع الثمن. لذلك يجب علينا إعادة النظر في التعامل مع الأحزاب. وأنا أقول لك بشكل صريح، إذا في 14 أو 15 الشهر الحالي قبل يعني تعرفي أنت في آخر الشهر يجب تقديم القوائم،
إذا لم يقل هناك احترام للطائفة الدرزية في أي حزب، مش الأقرب حسوني، بيقدر يحترموا أي درزي، كل درزي بيحترم. أنا بالنسبة لي وصلني حقي. يجب مقاطعة هذه الانتخابات على يد الطائفة الدرزية لأنها كلها أكاذيب وافتراءات علينا، وحان الوقت نحن نستفيق. نعم، ولكن هنا في إذن يعني إمكانية وجود دكتور رقم حسون خارج هذه الانتخابات واردة بالحسبان؟ أكيد أخت صفاء، يعني أنا صرحت إليك في البداية إنه أنا يعني لا أرمي نفسي على الحزب من أجل أن أكون رخيصا ومن أجل مصلحة شخصية. إذا أنت تؤمني في الطائفة الدرزية وتؤمني في هذا العمل، يجب عليك أن تذهبي مع حزب الذي يريد أن يفعل وليس فقط أن يقول شعارات اللي سئمناها مدة طويلة من الزمن. هناك إمكانية أن نكون في داخل الحزب في القريب، رايحين نعرف، ولا لا أنا سأكون كما كنت لغاية الآن، قلبي وبيتي ومكتبي مفتوح أمام جميع أبناء الطائفة الدرزية وجميع الطوائف لخدمتها. كما تعلمين أنا قبل حوالي 6 شهور أقمت حركة شبابية من كل أبناء الطائفة الدرزية مع الأخ سعيد خير من البقيعة ومن الأخ نبيل سعد من بيت جن والعديد من الشباب اللي غيورين على طائفتهم. نحن رايحين نرافق الحدث ورايحين نعمل أشياء كثيرة جدا. أنا كذلك أخطط في القريب مع بعض الشخصيات القيادية الدرزية لإقامة لجنة إعلامية لتساعد وتساند الطائفة الدرزية في جميع أمورها، لأنه في كما تعلمين هناك أمور يعني فيها فلتان كثير جدا، كل إنسان بيصرح وكل إنسان بيقول. يجب أن تكون الطائفة الدرزية محترمة كما هي، يجب أن نحكي في نفس النهج، في نفس الكلمة، في نفس المبدأ، لكي نخدم طائفتنا باحترام وتقدير. دكتور رقم حسوني، إذا يعني هل لك أن تقيم وضع يعني المرشحين داخل باقي الأحزاب من الطائفة الدرزية، هل لك أن تقيم وضعهم اليوم؟ برأيي يعني أنا أحترم الجميع وعلاقتي طيبة مع الجميع، ولكن هي يعني أوضاع مأساوية. يعني شو هن بيقدروا يأثروا على أحزاب؟ وأنا ده أنا بعطيكي مثلا صديقي حمد عمار، شاب محترم من شفا عمر مع حزب إسرائيل بيتنا، لم يستطع خلال كل فترته أنه يربط بيوت الجنود المسرحين إلى الكهرباء، لم يستطع أن يعين نائب مدير عام أو مدير عام رغم أنه عنده وزارات وعنده أشخاص. يعني أنا بعرف أنه مثلا الوزير المستقيل أهرانوفيتش يعني في الفترة الأخيرة قطع حسائف الطائفة الدرزية، وهو عمل التصفية لكل الضباط الكبار في يعني قبل دخول أهرانوفيتش كان 3 ضباط في الشرطة دروز مدراء لمحطات شرطة في كريات شمونة وفي صفد وفي كريات آتا. اليوم ما فيش عندنا ولا واحد، كان عندنا نتساف في الشرطة، اليوم ما فيش حدا عندنا. اليوم الرفائي 02 أنا لما قدمت استجواب للوزير في عام من الكنيسة يعني لا يدخلوا إلى الخدمة في الشرطة أو في حرس الحدود أو في دائرة السجون. هذا يبرهن على أن ما في عندنا تأثير للأسف الشديد. كذلك الليكود يعني أخ أيوب، أخي أيوب وصديقنا وابن بلدنا كان في حزب الليكود، ولكن أنا مع أيوب أنه أكيد بده يقدم وبده يغير، بس سؤالي 6 سنوات الليكود معينش نائب مدير عام واحد، معينش مدير عام، بالعكس هناك إخواننا من الأقليات مسؤولين على الدروس في داخل مكتب رئيس الحكومة لغاية الآن. يعني لما الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو تساعد جبهة النصرة وتفتح مستشفياتها لهؤلاء القتلة على حساب أبناء الطائفة الدرزية، ونحن نرى أن رؤساء المجالس المحلية يتظاهرون ويكتبون يوميا عن مآسي المجالس المحلية، وهذا الحزب الحاكم اللي كان فيه له يعني تمثيل لدى الطائفة الدرزية ما دفع على لنا. بدل نائب الوزير السابق دكتور السيد أيوب القرو يعني لم تقم بذلك، يعني رغم انك بتقول ايوب القرى لا يمثل الطائفه اولا انا او علاقتك المتينه في ليبرمان مثلا كمان هناك انا لا لم اجئ لادخل سياسه فرق تصل ضد ايوب. يعني لو انا وافقت مع نائب الوزير معناته انا حطيت اقبالي ضد ايوب من شان هاي. انا بدي ساعد كل درزي يتقدم ويقدم ويخدم، هذا واحد. وثاني شيء، انا لم ارى انه سياسه الليكود في اخر 6 سنوات تغيرت اتجاه الطائفه الدرزيه، معناته ما في تاثير للطائفه الدرزيه ومنتسبين الليكود لهذه الطائفة. وأنا أرى كذلك أن الطائفة الدرزية لم تدعم الليكود يعني في المدة الأخيرة لأنه عرفت الحقيقة. إذن شو بدك هذا التمثيل في الكنيسة دكتور حسون؟ في هناك الشغلة هاي كلها لما كلها تنعمل. يجب علينا الضغط على الأحزاب وليس وضع الحزن في الجرة واليأس. نحن مواطنين نقدر نستطيع أن نستعمل الديمقراطية اللي هي بتمثلنا في داخل إسرائيل، ويجب أن نعمل مثل ما بيعمل اليهود في أمريكا وفي غيرها. نحن الله ما بيسمع من الساكت، يجب علينا أن نضحي، ولكن يجب أن تكون أنفسنا نقية وضمائرنا صافية ومستقيمة اتجاه المواطن الدرزي، لا نجاجر به. طيب لا منجربش نعمل، يعني عم بيجربوا يعملوا وحدة عربية، لا منجربش نعمل وحدة درزية.
اولا اشي على الوحده العربيه خليني احكي لك كلمتين رح ندخل فيها ولكن اعطيني جواب الوحده الدرزيه يعني نحن جزء من الثقافه العربيه اتفق العرب ان لا يتفقوا يعني كلنا روس وكلنا زعامه صار بدنا نستاجر شعب ليجي يصوت لنا الواقف جنبنا من كثر ما في عنا يعني عقول للاسف سيئه في اتجاه التمثيل يعني انا بسالك كم انسان ياتي الى الكنيسه خدم بلده وخدم مجتمعه 20 او 30 سنه بينعقدوا على اصبعين الأغلب بيجي وكأنها زعامة وكأنها وظيفة وكأنها مركز الخدمة هي تضحية الخدمة مش حكي ولا شعارات وأقاويل الإنسان بيفتح بيته وبيفتح قلبه وبده يركض ويخدم الناس بإخلاص ويحكي مع الناس بلغة واحدة مش من اللغة اللي بحب يسمعها الناس إلا الحقيقة فقط لذلك أنا بقول لك أول شيء يا ريت أنا أنادي في وحدة الصف والكلمة عيدي إلى من زمن قبل البلدية وأنا نادي في وحدة الصف والكلمة وللأسف الشديد هناك تضارب بالآراء وهناك ناس اللي هم موجودين في اليسار في الطائفة الدرزية وهناك نحن التأثير الإسرائيلي والتغيرات الثقافية الإسرائيلية أثرت على مجتمعنا تأثير ويا ريت أخذنا التأثير الإيجابي اللي هو التأثير الثقافي التأثير الاقتصادي التأثير الهيتك وإلى آخره أخذنا التأثيرات السلبية ومنحارب واحد الثاني كل ما واحد تقدم من الدروز نمسكه في إجره وننزله تحت الأرض لأنه نحن شعب ضعيف نحن يجب أن كنا نركز في سنوات الستين والسبعين على الموضوع التعليم ونتقدم لنكون مهندسين وأطباء وخبراء ونكون عندنا أخصائيين يعني اللي يقدروا يقدموا الطائفة السياسة الدولة أنت بتتحدث عنها شغلتنا في أمور أخرى دكتور أكرم حسين وكان لها يعني أهداف أخرى يعني لوضعنا موجود إحنا فيه اليوم قلت اتفق العرب ألا يتفقوا هل هذا ما يحدث اليوم داخل الأحزاب العربية أم أنت تعتقد أنه فعلا سيكون هناك وحدة داخل هذه الأحزاب أنا بقول إنه هذا يعني أحسن مثال كان على العرب علينا كلاتنا إنه اتفق العرب أن لا يتفقوا إذا صارت وحدة حتى لو صارت وحدة برأيي راح يكون في ناس هناك تخرب في داخل الوحدة لأنه كلنا زعامة يعني كمان في الوحدة العربية الكل زعيم الكل بيبدو الرقم الأول والرقم الثاني وإلى آخره والناحية الثانية مثلا بيسألوني لماذا لا ليس هناك أي درزي في الوحدة العربية أنا أقول لك أن يعني كمان نحن تجربة وخبرة الأخ سعيد نفاع صديق وإنسان محامي وفهمان وأديب وكاتب محترم جدا كان في داخل الحزب ما أعطوه يأثر لأنه كذلك في داخل الأحزاب هناك عنصرية طائفية للأسف الشديد يعني لما بيجي الأحزاب دائما يكون في بعض الأحزاب أو رئيس الحزب مسيحي أو الرئيس مسلم والدرزي هو في المكان الأخير طب إذا كان هناك درزي أحسن من الأول والثاني ليش ما بقدرش يكون وإذا كان مسيحي أحسن من الثاني والثالث ليش بكونش وإذا كان مسلم يعني عندنا حتى الاختيار مش حسب القدرات وحسب الإمكانيات وإنما حسب الطائفة إسا هذا حطيه على جنب تعال نقول من الثمانية والأربعين لليوم الأحزاب العربية لما كل حياتها معارضة هل المعارضة تستطيع بناء الإنسان؟ هل تستطيع بناء القرى؟ هل تستطيع يعني تجنيد ميزانيات لقرانا؟ يعني هل المعارضين اللي في قرانا بنوا روضات أطفال وبنوا مدارس وإلى آخره؟ لذلك يحنا المواطن العربي بعث المندوب العربي ليكون في مكان أخذ القرار وموقع أخذ القرار من أجل التأثير على حياة المواطن العربي اقتصاديا وعلميا وفكريا وسياسيا وإلى آخره. تقول هالعرب فاقوا هالعرب فاقوا وصار وحدة ورح ينضموا مع أي حكومة رح تكون اليوم كيف بتشوف الصورة؟ برأيي طبعاً راح يكون تغيير كبير جداً وهذا أملي إنه يستفيق ويدخل الحكومة من أجل إنه خدمة المواطن بإخلاص واحترام ولكن أنا أؤمن إنه ممكن تقوم القيامة وبعدهم مش متفقين للأسف الشديد هل كنت ترى نفسك داخل هذا الحزب العربي يعني اللي بيشوفك تتفاوض مع الأحزاب اليمنية المتطرفة ممكن يشوف أكرم حسون يتفاوض مع الأحزاب اليسارية وهي الأحزاب العربية طبعا انا هل كان هناك توجه انا يلائمني كل حزب وكل انسان يؤمن في مبادئي وقيمي يؤمن بالسلام يؤمن بالمساواة يؤمن بالديمقراطية يؤمن في دولة إسرائيل يؤمن بكل هذه الأمور بالقيم والأخلاقيات والديمقراطية لا يمكن انه نحن بس نحكي على شعارات يعني انا سؤالي هل الحزب العربي يستطيع ان يحترم متطلبات الجندي المصرح الدرزي هذا سؤال ممكن نيجي على حزب عربي يقول لك انا ضد التجنيد الاجباري ليش انت لازم تاثر على طائفتي او على كياني او على الامور اللي انا اخذتها من الحسبان ليش انا لازم اثر عليك في الامور البدائيه من هذا النوع انت ممكن تشوف انه وجودك في الاحزاب اليمنيه المتطرفه هي اسهل من ان تكون بالعكس وخاصه في موضوع يعني بالعكس انا انسان كل وقت كنت في المركز انا انسان زرت ابو مازن وانا من مؤيدين اقامه دوله فلسطينيه بجانب اسرائيل لانه دوله اسرائيل هي دوله من اعظم الدول في العالم يجب عليها هي انه تقوم وتقيم الدوله الفلسطينيه ونرتاح من هذه المشاكل والمتاعب ونعطي ميزانيات من اجل الرفاه الاجتماعي من اجل تقدم الطائفه الدرزيه من اجل تقدم الاقليات مساعده الانسان كما هو الحال في اوروبا وفي الدول المتقدمه والمنظمه
ولكن أنا لا أستطيع أن أكون كل الوقت في التطرف، أنا لست متطرفا أبدا. أنا أصدقائي عندما كنت مع شؤون مفاز فتحوا لي مقرات للانتخابات في عارة وفي باقة الغربية وفي كفر قرع وفي دير حنة وفي سخنين وفي كل قرى باحترام وتقدير. لذلك لا أستطيع تغيير جلدي من أجل مكسب ومن أجل كرسي. أنا لا أحكي على المصالح الشخصية، أنا أحكي على مبادئ وقيم. إذا كان هناك أي حزب يؤمن في هذه القيم والمبادئ أنا أول شريك له. ولكن للأسف التجربة حوالي 66 عام أثبتت أن الطائفة الدرزية يتاجر بها بشكل رخيص. ليش لم يتوجهوا من الأحزاب العربية يعني لأي مرشح درزي؟ ليش؟ هل تعتقد عنصر؟ برأيي أولاً لأنه بيعرفوا أن الدروز موجودين في كل الأحزاب ولا يمكن أن يحصلوا على كمية كبيرة من الأصوات من الطائفة الدرزية التي ستؤثر. ومن ناحية ثانية هناك عنصرية كذلك معروف في داخل الأحزاب. يعني أنت بتشوفي في داخل أعضاء الأحزاب العربية من إخواننا وأهل الإسلام واحد ضد الثاني، مين بده مرتبة أولى مين بده مرتبة ثانية. لذلك يجب تغيير الثقافة والتعامل ويجب وضع خطة مستقبلية. يعني أنا دائماً بسمع أعضاء الكنيسة العرب بصرحوا من أجل القضية الفلسطينية وهذا حق، ولكن هذا مش هو أهم إشي. المواطن بعث المسؤول العربي من أجل أنه يدير باله على لقمة العيش، من أجل يقدمه ويطوره ويعطيه الإمكانية أنه يكون مواطن متساوي. قضية الفلسطينية بحلها أمريكا وأوروبا والعالم، ما بحلها أي عضو كنيسة لا درزي ولا مسلم ولا مسيحي في داخل إسرائيل. لذلك كفانا كمان يعني بيع شعارات للمواطن. يعني عادة لما بتقرب الانتخابات نيجي بنقول له نحن إسلام ومشان الإسلام ومشان النبي، ولما الدروز نحن بنقول دروز ونحن مع بعض، ولا والمسيحي بنقول كمان يعني سئمنا هاي القضايا. نعم وافق مع أكرم، نحن لو موجودين إحنا كطائفة درزية وأنت يعني تتغنى بمصلحة الطائفة الدرزية قبل المصلحة الشخصية، يعني إحنا لا الأحزاب اليمينية لا ترانا يعني ولا بأية منظار وتعطينا مقاعد في الأخير، والأحزاب العربية لا ترانا أيضا بأية منظار. وافق مع إنه إحنا موجودين في وضع سيء جدا حتى من ناحية سياسية ومن ناحية اجتماعية. أنا يعني برأيي شو هالسحر هذا وشو هالإشي صفاء، نحن موجودين مش وضع سيء جدا. نحن موجودين في أصعب وضع ممكن يكون فيه تاني. نحن طائفة لا تستطيع أن تؤثر على مجريات الحياة في دولة إسرائيل، رغم أن نحن شركاء في إقامة الدولة، ورغم أن نحن شركاء في خدمة الدولة بحق، ورغم كل إخلاصنا للدولة، نحن يعني إذا بنترجم تثبيت أمورنا على الأمور على الساحة السياسية والتأثير عليها هو صفر. هذا أول إشي من إيدنا. لما نحن مش منظمين وفيش عنا مؤسسات ترعانا وفيش عنا ثقافة توعية سياسية من أجل مصلحتنا ونبدل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، فأكيد رايح الكل يتاجر فينا ويلعب فينا سياسة الإنجليز في الرفتسون. طيب خليني يعني هيك أتحدث عن المرشحين وليس عن أعضاء الموجودين، عن المرشحين. إذا بدي أشوف وضع صالح سعد كيف بتشوفه داخل الحزب؟ أنا برأيي صالح سعد يعني ما فيش إله ولا إمكانية أنه ينتخب كعضو كنيسة في حزب العمل، لأنه رايحين يعطوه مكان 26. فهذا بيفرجي على أنه حزب العمل برأيي كذلك يتاجر بالطائفة الدرزية من يوم ما قام لليوم. بعدين أكثر حزب حكم في الدولة هو حزب العمل. يعني وضعنا تغير؟ ما تغيرش. إذا هذا الحزب لا يغير مبادئه وتصريحاته وإمكانيات مساعدة الطائفة الدرزية، لو أنه بيقدر الطائفة الدرزية اللي خدمته منذ قيام الدولة لليوم، لازم المرشح الدرزي يكون في أول 15. نعم أيوب القرام. أيوب يعني بعد مرة أنا بقول أيوب دفع الثمن عند الطائفة الدرزية بسبب إخلاصه وتصريحاته للمستوطنين وإلى اليهود. ولكن أنا بقول يعني نائب وزير سابق وعضو كنيسة في ثلاث فترات، كان إذا إله تقدير من الحزب، اتركك الدروز، من الحزب اللي هو مخلص لكم ومخلص للهاي وإخلاص كبير جدا، يجب أن يكون مرتبة 12-13-14. يعني القادم الجديد اللي إجا من روسيا أو إجا من دولة ثانية هو قبل أيوب القراليش، يعني هو خدم أكثر ولا أعطى الدولة أكثر من الدروز. لذلك كذلك بالنسبة لي هاي التعامل معنا في اللي كنت كذلك مأساة. الأسماء يعني حول قائمة كحل هناك اسمين، أسعد عرايدي ومنيركا السيد. قلت لك انه من خلال يعني صديقي الكل اللي ترشح هناك في اول 10 و15 فيش ولا اي مكان لاي درزي، وهذا بيثبت على انه للاسف الشديد انه صديقنا كحلون يتعامل مع الطائفه الدرزيه بعنصريه، رغم انه هو عاش مع الطائفه الدرزيه وكان المسؤول عنه في الجيش درزي من دلة الكرمل والى اخره، ولكن التصريحات شكل والعمل على ارض الواقع شكل للاسف الشديد. نعم طيب دكتور رقم حسون، يعني لا يسعنا غير انه يعني ننهي هذا اللقاء بنظره شويه متفائله اتجاه الطائفه. كيف ممكن ان ترى الصوره
في الأخير يعني كيف ممكن ترى الصورة من ناحية الانتخابات في الأخير؟ أنا غير متفائل صفاء، رغم أنه أنا إنسان يعني دائما متفائل، بس أنا في هذه الظروف غير متفائل، لأني أرى التعامل من خلال الأحزاب للطائفة الدرزية ومتعامل رخيص وغير محترم لنا جميعا، ونحن سندفع الثمن حتى لو واحد فاز من جماعتنا أو أنه إنسان يعني كسب مكسب مالي أو مكسب وظيفة أو إلى آخره، فهاي المتاجرة في الطائفة الدرزية أولادنا سيدفعوا الثمن. نحن عندما نتكلم عن ترخيص، عن خرائط مفصلة، عندما نتكلم عن جنود المسرحين وعن الأزواج الشابة وعن تصنيع وعطاء الفرصة للمرأة أن تعمل، نحن ندفع الثمن كطائفة بشكل عام، وليس يعني شخص واحد إذا استفاد ما بيقدر يصلح كل الطائفة. لذلك يعني أنا بقول حان الوقت نضع كل هذه الأمور جانبا، نتكاتف. وأكرم حسون، أنا لم أطلب من الطائفة الدرزية أن أكون المرشح المفضل من قبلها على حساب الطائفة الدرزية، أنا مستعد ضحي وأنا أدفع من جيبي من أجل كرامة الطائفة الدرزية، بس حان الوقت أنه نحن نتنظم. إذا أنت بتقولي رحين نحن نتنظم وكون متفائل، فأنا بقول لك في الفترة القصيرة طبعا للأسف الشديد يعني تجري الرياح بما لا تشتهي السفن والوضع سيء جدا، ولكن أنا لا أيأس، هذا الفرق. أنا أقمت حركة مع العديد من الشباب الدروز التي أؤمن بهم بجميع القرى، وأنا أزور ينوح وأزور سجور وأزور جولس وأزور يركا وأبو سنان وأزور هضبة الجولان وأزور كسرة وأزور كفر سميع والبقيعة وبيت جن وأزور شفا عمر ودلة الكرمل وعسفيا. إذا لم تكن هناك غيرة معروفية حقيقية وحفظ إخوان حقيقي، سوف يدفع أبناؤنا الثمن غاليا، وسوف تكون الفرصة يعني قد ذهبت ولن تعود إذا نحن لم نستفيق في الوقت القريب وبشكل جدي ومحترم وبمسامحة تامة ودعم لبعضنا البعض من أجل كرامتنا جميعا. يعني على أمل أن نرى هذه الصورة يعني على أرض الواقع. يعطيك ألف عافية وشكرا للدكتور أحمد حسون. شكرا لك وشكرا لموقع بلدنا ولجريدة بلدنا، وبتأمل أنه دائما اترافقوا الحدث كما تفعلوا من أجل كرامة الطائفة الدرزية، لأن الطائفة الدرزية بحاجة إلى صحافة حقيقية كما تفعلوا، وبحاجة إلى دعم وتوعية. نحن بدون توعية لا يمكن أبدا أن نخطو سنتيمتر واحد يعني صوب التقدم والوفاق حسب رأيي، اللي لازم يكون من كل الجهات الدرزية. أتمنى لكم الخير والتوفيق، وأتمنى للطائفة أن تكون شامخة دائما وأن تكون نبراسا في العطاء والمحبة والتسامح بين الجميع. طبعا نشكرك دكتور أكرم حسون على هذا الإطراء والإثناء، ونحن نقول لك أننا نجري لقاءات عديدة ودائما مثير جدا أن نلتقي بك، وعلى أمل أن نلقاك في لقاء آخر مع أكثر تفاؤل تجاه الطائفة. شكرا لك على هذا اللقاء. وفقكم الله وإلى اللقاء. شكرا لك.